تشخيص مبكر بوليكتير ماشي كيما التشخيص تاع مرض واحد اخر. حنا 11 يوم تشخيص ماشي مبكر، هي تشخصاتو في 4 ايام. مدام جيتي للسبيطار دخلتي في 4 ايام في عمرها اريج، دونك 4 ايام وبوصفاير بانها في 48 ساعه. دونك كيفاش تروح في هذوك 48 ساعه؟ ماشي مبكر، مبكر جدا مبكر مبكر. هي راحت حتى 4 ايام باش رحتي دخلتي السبيطار. هو كان 4 ايام اليوم التلوين كان ما بين الناس، خاطش هي ايه هي بس عندك ولادك ديجا داروا بصفاير حد هادو كامل نحوسوا عليهم. ايه كان عندي الكبير الاول تاعي عنده 23 سنه جابوا صفاير داروا له في الضو، درنا في الضو يعني ما نحقش الحاله تاع هادو كامل لي فاكتور نحوسوا عليهم. كي تكون الام او بوزيتيف ولا الطفل ا بوزيتيف ولا بي بوزيتيف افيك اونتيسيدون عندها بيبي تاعها بلي دار ديجا بوصفاير عندها الدوزيام فاكتور عندها بريماتوريتي، هادو كامل ناخذوهم بعين الاعتبار. هادو كامل يخلوا نسبه البوصفاير تكون شويه نسبه عاليه. دونك نورمالمون كي تخرج من الماتيرنيتي نفيقوا لا مامون، سوا نديروا تعيير البيبي كي يكون ابان ولا ما كانش عنده بوصفاير كيما حاله اريت جو بونس ما كانش عندها وخرجوك. مي تكوني توجور نقولوا لك مدام عسي طفله يقدر يكون عندها بوصفاير كيما صرات لوليدك الاخر، سورتو هي قليله ما عندهاش لي بروتين البيمين اللي تحمل هذه لابيلوغيبين. دونك كي ما عندهاش بروتين لابيلوغيبين تطلع في الدم. كيفاش بدات رحله العلاج مدام؟ ديتها للسبيطار نورمال، كي زادت مرضت لي ولات ثلاث ايام ما رضعتش، عاود رجعتها للسبيطار قلت لهم شوفوا شدوها في السبيطار 11 يوم بيسك ما كانتش ترضع وزاد جاتها جوغ انفيكسيو في صدرها. حكموها في السبيطار باش تخرج، نهار اللي تخرج بدات دير لي كريز، بدات عينيها يلعبوا كامل بدات دير لي كريز. قالت لي طبيبه مالا مدام اديها بيسك ما عندناش حنايا ليام، اديها خرجيها وديريها ليام برا. كي خرجتها درت لها ليام بانت لي بلي قال لي بلي عندها بنتك عندها عفسه في المخ تاعها. شحال كان في عمرها هذاك الوقت؟ كان عندها عام ونص هكاك.